ضيفنا اليوم المنشد ربيع البراطي، نرحب بضيف الحلقة. أهلا وسهلا فيك ربيع معنا اليوم. أهلا وسهلا ربيع. طبعا نظام الأسئلة، بسألك أولا أسئلة خفيفة وسريعة، بعدين بننتقل للأسئلة اللي أتعرف فيها عليك بشكل أكبر. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. طيب أول سؤال كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. طموح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ أستخدم السناب والإنستغرام والواتساب وأحيانا الفيسبوك. كلهم يعني. طيب أجمل مكان زرته في حياتك؟ بيت الله الحرام. مكان تتمنى زيارته؟ اليمن إن شاء الله يصلح نرجع بلادنا جميعا. طيب شخصية تتمنى مقابلتها أيضا؟ أمي. مجال دراستك؟ أنا طالب في الجامعة موقف قيد، طيران دفاع جوي. إيش القسم اللي كنت تدرس فيه؟ طيران ودفاع الجوي. ما شاء الله. أول إيش وقفت القيد؟ حال البلاد يتكلم. كنت تدرس في اليمن يعني؟ نعم. توفيق إن شاء الله ترجع وتكمل دراستك، أو يعني تتجاوز هذه المرحلة وتدخل في قسم آخر إن شاء الله توفق فيه. إن شاء الله. طيب الآن لو أطلب منك تعرفنا أكثر عن ربيع البراطي ومتى دخل مجال الإنشاد؟ ربيع البراطي من تعز. الإنشاد طبعا معروف من المدارس وحلقات القرآن الكريم في اليمن وغيرها. أيوه. يعني طيب في بداياتك. منذ الصغر يعني. جميل. في بداياتك من اللي شجعك؟ في بدايتي والله أخذت بيدي أنا بنفسي. جميل. يعني عندما يعني تطورت أكثر فأكثر، فكان يعني القبول من إخواني، من أمي، من خواتي، أصدقائي، يعني الحمد لله وتوفيق من الله. جميل يخليهم لك. وأول أنشودة لك؟ والله عندي أناشيد كثيرة شاركت فيها في المدارس الاحتفالات، لكن كان أول كليب فك الحصار عن تعز. كان له صداه بعد الله سبحانه وتعالى وفي فك الحصار. رائع. طيب طالما تكلمنا عن أناشيدك نروح نسمع لك أنشودة ونرجع لك إن شاء الله. عليكم يا بشر، عتبي عليكم يا مسلمين، فكوا الحصار عن تعز، كم يا دماء كم يا أنين. عتبي عليكم يا بشر، عتبي عليكم يا بشر، عتبي عليكم يا مسلمين. السكوت على الهوان تعز يقتل هالحصار، ليه انعدم فيها الأمان والرعب سيطر والدمار. ليه السكوت ليه الهوان تعز يقتل هالحصار. طيب ربيع، نحن شفنا هذه الأنشودة، بسألك ما هو نوع الأناشيد التي تؤديها في الغالب؟ وطنية، تربوية، إلهية، دينية؟ والله أناشيدنا وطنية وتوعوية طبعاً. أنا طبعاً إمام مسجد هنا في الرياض. ومن يختارها لك في الغالب؟ والله أنا من نفسي طبعاً، وعندي شعراء في اليمن وهنا موجودين وبعضهم من فلسطين. الأنشودة هذه اثنين شعراء من إب والآخر من فلسطين، وعندي أنشودة ثانية دمعة يتيم كان من كلمات الشاعر سليم العزاني من تعز. طيب أكيد لك قدوة في بين المنشدين، من هو قدوتك؟ والله كل منشد عنده شيء ميزة، يعني ما كلهم يأخذوا نفس الميزة، يعني الأصوات تختلف، الأخلاق تختلف، الأشياء كثيرة، يعني من كل منشد أخذنا شيء. ربما وأنت تخوض هذا المجال واجهت مشاكل أو صعوبات، تقدر تكلمنا عنها؟ أكيد. مثل؟ أكبر صعوبة طبعاً التي صادفنا المادة طبعاً. غير الشاعر، الشاعر يكتب في أي وقت، لكن المنشد يعني الحالة المادية متعبة، لازم مع استوديو والحين وغيره وغيره، فالحمد لله يعني. الفنانين والمبدعين في بلادنا هذا حالهم. أكيد، احنا طلعنا من اليمن يعني وجدنا بعض من التقدم هنا في البلاد هذه. وأكثر طيب. ما يخلينا ما نرتفع أكثر، إيش نقول، حال البلاد.
فعلا. طيب انت اخترت مجال الانشاد، في المقابل يوجد مجال الغناء، هل فكرت بخوض هذا المجال ولا لا؟ انا رفضت الشيء هذا ابدا، ما ابغى، لانه انا اقرا القران وعندي تقليد لعده القراء، فانا مجالي ديني توعوي، يعني دعوه، اعرف الناس عندي شيء واميز الناس بوطني وبديني وكذا، ما استخدم الانشاد حال غناء. عرض علي في الاغاني طبعا على عرب ايدول وغيرها، لكنني لا لا، ما يختلط القران والاغاني في نفس الوقت. وصلت صعب. فكرتك. طيب موقفك من الاغاني والغناء والمغنيين؟ والله انا ما احبها، لكن كل واحد يسلك طريقه وحسابه على ربه، ما لا احرمها ولا اتدخل فيها، لكنني لا اسمعها. ديني لنفسي ودين الناس للناس. طيب انا انصح الناس يعني انه هذا الشيء يعني محرم، لكني لا اغصبهم انهم ما يسمعوا الاغاني. نحترم رايك ايضا. طيب شباب هذه الايام كيف تعتقد انهم يتعاملوا مع النشيد؟ والله في إقبال للأناشيد، لكن في شيء آخر له الشيلات هذه خربت الأناشيد ما بين كذا وكذا، لكن في إقبال حاليا برمضان، حاليا الناس أكيد أكثر الناس يقبلوا على الأشياء الدينية، استماع الأناشيد الروحانية، كل أكثر الناس. إحنا اليوم في ليلة، طبعا ليلة القدر اليوم 27 كمان. جميل. طيب ما تعتقدش أنه هذا نوع من النفاق، ربما أنهم بس يتحولوا للأناشيد فقط؟ أكيد. تفضل تكلم. هذا مخادعه للنفس وليس يعني يعتبر نفاق، واحد يخادع نفسه ما يخدع الناس، انه في رمضان الناس تقبل على المساجد والصلوات وغيرها وغيرها، يلبس ثوب الدين وبعد العيد ولا كانه صار شيء، سبحان الله، كانه رب الارض ورب الناس موجود في رمضان فقط، وبعد رمضان ينسى الواحد. طيب نرجع نتكلم عنك وعن فنك، هل لك مشاركات في مهرجانات او فعاليات؟ أكيد لي مشاركات هنا طبعاً في السعودية بعدة مهرجانات وعدة قنوات، كقناة فور شباب بمشاركة في منشد العرب، وأيضاً في قناة المجد وقناة بداية وعدة قنوات كمان هنا يمنية، وأيضاً عندي شارة في قناة همة، عندي أشياء كثيرة، وشاركت في ملتقيات وعندي بعض الشهادات يعني. شهائد أو جوائز حصلت عليها؟ أكيد عندي شهادات من طبعا قنوات خليجيه، شاركت في مسابقه منشد العرب، وايضا ملتقى شباب الرياض ربوه الرياض، في قناه المجد ايضا كمان في مسابقات، قناه بدايه وغيرها. طيب انت بالنسبه لك الانشاد مهنه ام فقط موهبه تمارسها للمتعه؟ لا انا لا استخدمها مهنه، انا استخدمها كوسيله للدعوه، أوصل رسالتي بمحبان الله من صوت. كما قلت لك سابقا أنا أيضا أقرأ القرآن، إمام مسجد ولي تقليد لعدة القراء كلهم يعني. يعني أنت إمام، قلت أنك إمام؟ إي نعم. طب هذا كمان مش نفس الشيء يعني، مهنة؟ كيف؟ مهنة؟ لا ليست مهنة، مش مهنة. إيش طيب؟ إمام للناس يعتبر مهنة؟ لا مو مهنة. تطوع يعني، أنت تشتغل شغل ثاني؟ لا يعني أنا إمام، أكيد أنك تأخذ راتب، لكن هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب كمنشد، أرجع نتكلم كمنشد بعيداً عن إمام، كيف تقضي وقتك في هذا الشهر الكريم؟ والله يا برمضان أنا السنة هذه تركت الإنشاد بشكل عام، العام كنت مشارك بعدة قنوات، لكن السنة هذه ارتبطت في المسجد وصار الارتباط قوي، حلقات و وكلمات ونراجع التراويح والتهجد ايضا بعد ساعه. جميل. فالحمد لله نقضي وقت جميل جدا يعني، رمضان اوقاته جميله وسريعه وروحانيه، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، السعيد من وفقه الله. جميل. والشقي من لم يستفيد من هذه اللحظات. طيب ربيع، اذا قارنت بين رمضان اليمن ورمضان اللي تعيشه الان، انت اول تكلمت انه يعني المكان اللي ترجع له او تزوره مره ثانيه هو اليمن. اي رمضان أكيد. هو الاجمل من وجهه نظرك؟ والله رمضان في اليمن قديما طبعا لي 5 سنوات، رمضان في اليمن جميل، الناس كانوا متحابين، الأخوة، التآلف، التعايش بين الناس، أيضا روحانية رمضان في اليمن أجمل، لكن أتمنى أن يصلح اليمن. رمضان هو رمضان لكن الناس تغيرت، يعني الناس تغيروا، الناس القدام تغيروا. تعتقد أن هذه الروحانية ما زالت حتى في ظل هذه الظروف وظل الحرب هذه؟
والله لعل بعض الشيء يكون موجود، لأنني أنا لي الحين 5 سنوات، لكن حال الناس هنا، حال الناس هناك، ربما الناس القدامى الآباء الذين لسه موجودين، أما شباب اليوم تغيروا خلاص، شباب اليوم غير طبيعي. طيب نرجع كمان نتكلم عن فنك، آخر أعمالك إيش كانت؟ كان آخر كليب دمعة يتيم. حاليا عندي كليب جديد نحبك يا رسول الله قريبا ان شاء الله، وبعده حيكون في كليب موطن الحبي، بننتظرهم الاثنين ان شاء الله. طب انت قلت انك وصفت نفسك بالطموح، ايش طموحك بعد 5 سنوات مثلا، فين تشوف نفسك؟ والله نطمح ان نكون يعني نحو الافضل. انا طبعا عندي موهبه من الله سبحانه وتعالى، خامه صوت جميله، وحاليا درست في معهد، في حصلت عن بعد يعني التقرير الصوتي، عندي شهادة من تركيا، من عندكم من تركيا في التعليق الصوتي. اشرح لنا أكثر حالة. أطمح أننا يعني أكون مذيع في التلفزيون أو في الراديو أو كذا، عشان أستفيد. جميل. الناس يستفيدوا من صوتي أصلا. جميل، شفت كيف؟ خامة صوت جميلة في التقارير، في الإلقاء أو في الراديو، يعني جميلة، ما أبغى أضيعها يعني. أتمنى أشوفك زميل لنا إن شاء الله في القريب العاجل. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. طب عشان نختم اللقاء أكيد بتسمعنا حاجة اليوم، إيش اختار؟ إن شاء الله أكيد شيء روحاني إن شاء الله. تفضل. كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عقابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عقابك، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، تايه أنا ودربي وين، يا ربي أنت المعين، أدعوك يا ذا العطايا أرجوك يا ذا الجلال، تغفر ذنوبي وخطايا ذا مطلبي والسؤال، يا ربي أرجو ثوابك أخاف وأخشى عقابك، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، تايه أنا ودربي وين، يا ربي أنت المعين. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو عنا يا كريم. المنشد ربيعة البلاطي، أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا.